صورة توضيحية، هذا مثلا الإيد، شايفين هذه الأمعاء، الكبد. طب كيف أحفظ، كيف أحفظ هذا الترتيب؟ وهذه نفس الشيء الرجل. حقول لكم طريقة سهلة. الطريقة لو حاولت تحط كف إيدك بدي الطريقة على الأرض أو على طاولة، حتلاقي في عندك أصبعين ما يوصلوا الأرض وأصبعين يوصلوا الأرض. الأصبعين اللي يوصلوا الأرض اعتبروهم القدم، هذا قدم وهذا قدم، وهدول الأيادي اللي ما وصلت الأرض، والإبهام دايما الرأس. قبل ما ندخل في الأجزاء الداخلية خلينا نحفظ الإيد. بما إنه دي القدم فحتكون دي الساق ودي الفخ، نفس الشيء بالنسبة لليد، ونفس الشيء بالنسبة لليد. بما إنه هذه اليد فحتكون هذه الأنملة اللي في النص هي الأدراع، وهنا حيكون عندك الكتف. فبالنسبة لنا الأطراف الأربعة صار سهل إن أحفظهم، مكان ما يوجعني أجي على النقطة اللي تناسبه، وحشرح لكم كيف تعالج النقطة اللي تناسبه. نيجي لنقطة الرأس، وهذه مهمة. مهمة ليه؟ لأنه أغلب الناس اللي تعاني من صداع تقدر من أصبع إيدها تعالج الصداع، سواء خلفي أمامي شقيقة، كل أنواع الصداع بأنواع. بس أنا مبدئيا مهتمة أنكم تحفظوا الشكل، وبعد كده حقول لكم كيف تعالجوا كل منطقة، لأنكم إذا حفظتوا حيصيروا أنتوا جالسين خلال ثواني تقدر تعالج أي شيء. حتتخيل ببساطة شديدة أنه الأصبع ده كأنك حركته صار فوق. بما أنه الراس فحيصير الراس فوق، حتلاقي الأجزاء اللي تحت. فإذا أنت قدرت توازن وتخيلت الراس ده فوق، حيصير الراس بالرئة بالقلب كله فوق، وده تحته ماشي بالترتيب، يعني من راسك لرجولك ترتيب. طب كيف أقدر أعالج أنواع الصداع من أصبعي؟ حتتخيل راسك كامل هنا، المنطقة الأمامية والخلفية والعيون والألف كله في. شوفوا معايا دي الصور، دي بتعاني من صداع في عينها حوالين العين، جات على الإبهام وحتضغط هنا، وحفهمكم نضغط بإيه. ده شخص بيعاني من صداع هنا في جبهته من فوق من الجهتين، راح للإبهام نفسه بالضبط كأنه مكان راسه الإبهام اللي هو هنا. طب لو الصداع خلفي هنا في راسه من ورا، حتروح للإبهام مكان الضفر من ورا وحتضغط عند دي النقطة، وحفهمكم حنضغط بإيه. وده آخر نموذج، صداعه في نص جبينه، جاء نفس النقطة هنا حيضغط هنا. ليه؟ لأنه إحنا شايفين إنه الأصبع ده، على فكرة حتى الكتوف الرقبة. هذه صورة واضحة للناس اللي ما هي قادرة تستوعب عشان تحفظ، كاتبين لك كل شيء بالتفصيل وحاطين لك بالأرقام، ممكن تعمل كابتشر للصورة اللي أسهل. طيب خلونا نيجي لطريقة العلاج، كيف أعالج نفسي؟ هم في العلم السجوك عندهم عواميد حديد بهذا النحو، ده رفعها تلاقيه عمود حديد. لكن بما انه احنا في البيت وما عندنا ده العمود، فانا هستخدم نيابة عنه القلم النحيف، القلم ابو الريالين الجاف النحيف، هذا المقاس هو بس الاحدث. انا مثلا انسانة عندي القالون، وحاسة انه قالوني دحين ملتهب وما عندي دواء، القالون اللي هو 19 اهو هنا للي حفظ في وسط الكف، وحبدأ اضغط عليه بالقلم. ده انسان حاسس انه عنده مشكلة في صدره، في القلب، في التنفس، في اي شيء يخص التنفس، حاجي مكانه هنا وابدأ اضغط عليه بالقلم. عندي التهاب في أنفي مزكمة، حجي نفس المكان في الإبهام مكان الأنف وأبدأ أضغط عليه لمدة دقيقة أو دقيقتين. وهنا في معلومة مرة رائعة للأطفال اللي عندهم تبول لا إرادي في الليل، فين تعالجيهم؟ بما إنه دي القدمين فهنا ده جزء التناسب. ببساطة شديدة حتجيبي فلفل أسود تحطي له هي هنا، وتحطي لصقة تلصقي له هي في المنطقة دي، طول الليل يتوقف التبول اللا إرادي. وهنا في معلومة مهمة لازم أقولها، من أكثر الأشياء اللي تسبب ضعف ذكوري وأنثوي عند المرأة والرجل إنهم يناموا بخاتم طول الليل في المنطقة. عشان كده لازم ننتبه، ممنوع أنام بدبلة، ممنوع أنام بخاتم تحديدا في ذا الأصبع أو في ذا الأصبع، ممنوع أنام بيهم، لازم أفك الخواتم، خطر جدا تنام. طب يمكن في أحد يسأل أنت ليه مركزة على الإيد ونسيت الرجل؟ لأنه أنت إذا حفظت الإيد، والإيد عادة أسهل لك وأقرب لك، تقدر